جئت إلى هنا في 1991 ولم يكن هذا المبنى من الزجاج، لا أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون المبنى كذلك. الأمور تغيرت وأعتقد أن هذه الدولة قد تغيرت. شكرا جزيلا لترحيبكم بي في بلفاست. أنا أتوجه إلى قادة إيرلندا الشمالية بالشكر، شرفني أن أستضيفكم في البيت الأبيض منذ عدة أسابيع، ومن الجيد أن أراكم اليوم مجددا. وسيد هارفي، شكرا جزيلا لهذا العمل الذي تقومون به. هو صديق قديم وهو سفير سابق للولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا هو قام بعمل رائع في السفارة، وهذا أيضا يأتي في سياق العمل للسفارة، وطبعا نائب الرئيس وأنا نائبة الرئيس وعفوا، وأنا أصبحنا أصدقاء مع هذا السفير. السفر الرحلة الأخيرة التي قام بها إلى دياره خلال نهاية مهمته في الولايات المتحدة الأمريكية، قال إنه سوف يعيد لي أمرا ويهديني شيئا. لا أدري ماذا كان سيقدم لي، ولكن عندما عاد إلى البيت الأبيض تمكنا من إمضاء بعض الوقت مع بعضنا البعض ومع زوجته أيضا، وأعاد لي قدم لي كتابا فيه صورة، وكان قد تم طبع الكتاب للتو، وكان فيه فقرات أو كان هناك صورة لكابتن جورج بايتن، وبالجانب منه كان كلب، وكان دائما يمازحني ويقول إن بايدن هي كلمة إنجليزية بريطانية، وأخبرني بقصة حقيقية حينها، وقال إنه كان لديه في عام 1842، لست أتذكر التاريخ بالتحديد، ولكن قال لي إنه كما كتابة كتاب للبحرية البريطانية حينها، وكنا نتمازح بهذا الشأن. على أي حال كان دائما يطلق المزاح لي، وكان يتكلم عن إيرلنديين ويقول تذكر أننا إنجليزيين وليس إيرلنديين. ثم اكتشفنا شقيقتي وأنا اسم روبينيل، واعتقدنا أنه بعد كنا نعتقد في خلال كل هذه الأعوام أنه كان فرنسيا، كان قد كتب كتب في 1700 وكذا، لكنني لم أكن أفهم ما الذي يحدث، كنت في حيرة من أمري. على أي حال القنصل العام والسيد المبعوث الخاص جوك جون كندي، شكرا جزيلا لجهودكم المبذولة لتوثيق العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيرلندا الشمالية. من الجيد أن نرى بلفاست مدينة حيوية ونشطة وفيها الكثير من الإلهام. هذا الحرم الجامعي يبرهن عن ذلك. كان هناك الكثير من سفك الدماء في ما مضى، وفكرة أن أقول إنه لم يكن ممكنا أن نرى في التسعينيات مبنى زجاجي كان أمرا يطبق بسبب الصراعات التي كانت موجودة. كنا نرى، أما الآن فنرى الكثير من المباني الزجاجية في الداخل، الزجاج في الداخل والخارج، وهذا دليل ومؤشر لا سيما بالنسبة لمن يعود لمشاهدة هذه البلاد، هذا دليل على السلام. منذ 25 عاما تم التوقيع على اتفاق الجمعة العظيمة، لم يكن أمرا سهلا. كنت سيناتورا أمريكيا في حينها، وعملت بشكل وثيق مع صديقي الذي سيكون هنا معنا، سينضم إلينا بعد بضعة أيام. ما من ضمانات، لم يكن هناك من ضمانات من أن هذا الاتفاق سيكون ناجحا وسنتمكن بفضله من إحراز التقدم الذي أحرزناه اليوم. تطلب الأمر أعواما من العمل والجهد الكبير، وتطلب الكثير من العمل بنية حسنة والاجتماعات وأخذ المخاطر بشجاعة من أجل المستقبل. ديفيد تيمبر قام بذلك، ومونيكا ماكويليامز أيضا عمل على ذلك، وروبنسون قام عمل على ذلك. كلهم أشخاص
تسنى لي أن ألتقي بهم حينها. تطلب الأمر عملاً وخياراً من جانب العديد من الأشخاص في إيرلندا الشمالية للعمل من أجل مستقبل مشترك. في حينها كان الأمر يبدو بعيد المنال، أولاً في الاقتراعات وأيضاً من خلال الأعمال اليومية التي كنا نشهدها، ولكن عندما جئت إلى هنا كسيناتور يافعاً لم أكن أرى أن الأمر كان واقعياً. تطلب الأمر مجهوداً من جانب كل الأحزاب والأطراف التي قالت كفى وطالبت بالتغيير وطبعاً الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وتطلب الأمر جهوداً من أصدقائي، بعضهم يجسد التزام كل شعب إيرلندا الشمالية مثل جورج ميتشل، وطبعاً هو عمل كمبعوث خاص لإيرلندا الشمالية وكان مثالاً يحتذى به عن الشخص المناسب في الوقت المناسب والعمل المناسب. أعتقد أنه مع مر التاريخ ننسى في بعض الأحيان مدى تعقيد الأمور التي تطلب أو تعقد الأمور التي عانيناها من أجل التوصل إلى السلام. في 1998 كان هناك الأزمة الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وآلاف الأسر تأثرت بهذه الأزمة والصراعات، وكانت خسائر كبيرة والعذاب كان كبيراً، وأنتم تعرفون ذلك. كل شخص قتل في ذلك كان تضحية، وطبعاً وضع كل قلبه وروحه من أجل هذه الدولة، والسلام لم يكن تحصيل حاصل.